شوف بقى، انا اللي يهمني انا كمان كنهواند شخصيا الحمد لله ان احنا يوم الاربع لو انت فاكر، والاربع اللي قبليه لما كنا برضو بنتكلم قبل ماتش السوبر وقلنا يا رب نيجي يوم الاحد نقول صباح النصر بعد ماتش السوبر اللي كان يوم الجمعه، وقد كانت. وجينا يوم الاربع اللي فات قلنا يا رب نيجي يوم الاحد نقول صباح النصر، وقد كان وتوقعنا انا قلت 3-1، كانوا 4 زياده الخير زي ما بيتقال، خيرين الحمد لله. طب انت قلت 2 تقريبا حاجه زي كده، انا فاكره انت يوم قلت ده، انا يوم 2-0 او اتنين، ده كان 2-1. انت بتتكلم على يوم الاربعاء اللي فات ده على طول، مش انا ما ده، جيتش. لا اللي احنا قبليه عملنا التوقعات بتاعت كان السوبر. انا قلت الداخليه. اتنين، لا بس والداخليه الداخليه ما برضو كنتش موجود، انت انا ما ما كنتش جيتش. موجود الاربع، بس احنا كنا بنتكلم على الماتش طول الاسبوع. انت تقريبا انا تمام. حسب ما فاكره كنت متوقع 2-1 تقريبا. على كل حال يعني صباح النصر، والحمد لله ان احنا دلوقتي نقدر نقول بدايه مش بس كانت موفقه، لا الحمد لله بدايه افريقيه، بدايه محليه، حتى الاداء مش بس فيه بنتكلم فيه السكور، يا كمان بنتكلم في اداء كمان طبعا طبعا اكثر من رائعين الحمد لله حتى هذه اللحظه. زي ما بيتقال لو هنتكلم كده المكاسب، لا المكاسب كتيره جدا. خليني ابدا مع حضراتكم باول مكسب، وهو بصراحه كولر، يعني مارسيل كولر لو احنا هنتكلم لا ده المكسب الاساسي. لكن تاني هنرجع نقول صباح النصر، وفي هديه كده كمان ممكن ان احنا نكون طلعنا بيها لو احنا هنتكلم بقى. وفكره هنا برضو كريم فؤاد، انا عايزه اتكلم عن كريم فؤاد شويه، لان هذا اللاعب قد ايه هو بجد، يعني عارف انت لما حد كده، انا بحب الناس اللي هي ايه بتيجي تفرض نفسها. يعني انا دلوقتي لما باخد فرصه وبعد كده باجي افرض نفسي يا كريم، الموضوع بيختلف بشكل كبير طبعا جدا طبعا. فعلا. احنا خلينا نقول كده ونبدا الموضوع من اوله، مستر كولر بجد بمجرد ان هو كمان لما حس يا كريم الاسبوع اللي فات بتحسن الحاله الصحيه بتاعته، احنا قلنا طبعا لو كان اصيب بحاله برد او بدور برد شديد، قرر ان هو يسافر السويس لاداره المباراه. كنا برضو مقلقين هيروح ولا لا، بس هو كان قرر ان هو يسافر، وشفنا اداره بجد رائعه جدا لهذا اللقاء في ظل كمان عدد كبير جدا زي ما قلنا من الغيابات بسبب الاصابات اللي كانت صحيح. موجوده عندنا، ولسه الى حد ما شويه بس في طريقها للتعافي. كنا كمان بنقول عايزين الجانب يعني التهديفي يزيد، ما نكتفيش احنا فكره هنا بهدف وخلاص، خاصه انت بتتكلم ان انت خلاص عندك اقوى خط دفاع، وقلنا واتكلمنا في التفاصيل ده كتير جدا. كمان شفنا بصراحه، لا شفنا في المباراة كل ده يمكن على الأرض تحديدا في ماتش الداخلية، احنا صحيح. سجلنا فيها بدل الهدف 4، طب يعني الواحد كمان كان سقف توقعاته قلنا ماكسيموم كان 3، لا انت عديت سقف التوقعات، فدي نقطة مهمة جدا. غير الهدف كمان الخامس اللي هنتكلم بقى اللي كان مفروض يعني هيكون هاتريك لكريم فؤاد، لكن كان هي على كل حال كريم فؤاد فعلا فعلا لو انا هتكلم عن هذا اللاعب تحديدا يا كريم، انا بشوف ان هو هدية كولر لجماهير النادي الاهلي. ده من جانب كولر، لكن على الجانب الاخر كريم فؤاد فعلا من اللاعبين اللي هرجع اقول تاني قدر ان هو يفرض نفسه بنفسه بادائه بلعبه بتميزه في الملعب، فعلا لاعب قدامه كتير قوي يمكن هيصنع تاريخ او ارقام جديده مع النادي الاهلي. انا متوقعه له نجاح كبير جدا، وكان لازم ان احنا نبدا يا كريم نتكلم عليه. الحاجه الحلوه بتفرض نفسها، واللعيب المميز بيفرض نفسه، سواء منضم حديثا سواء بقاله فتره. فكره انه اللاعب يكون عنده شخصيه، بيعرف ازاي يقف على كورته كويس، وبيعرف ازاي يعمل عليها كنترول، توزيعه للكوره، يعني في مواصفات كتيره قوي ان وجدت في اي لاعب، فده بيطمن جماهير الفريق اللي اللاعب ده بينتمي ليه. واعتقد جزء كبير جدا من هذا الكلام ينطبق وبحذافيره عن كريم فؤاد، لاعب واعد جدا جدا جدا، ورانا مجموعه من الامارات، مش مجرد اماره واحده او اتنين على كونه لاعب مختلف ومتميز. بمناسبه كلامنا عن كريم فؤاد، عايزين نقول لحضراتكم انه تم التعاقد معاه السنه اللي فاتت لتدعيم مركز الباك اليمين. اللي حصل معاه كالاتي: موسيماني ما كانش بيعتمد عليه الى حد كبير جدا الحقيقه، وتقريبا لعب 3 مباريات فقط في عهد بيتسو موسيماني. بعد رحيل موسيماني كابتن سامي قمصان دفع بيه، ومن بعده سواريش لما تم اتخاذ قرار بالدفع بالناشئين والبدلاء. الامر اختلف الحقيقه 180 درجه لما جه كولر وابتدى يوظفه في مركز الوينج. هنا بقى بيبان الفرق بين الكوتش المتميز صاحب النظره الثاقبه وصاحب الرؤيه والقدره على انه يشوف ايه المميزات اللي موجوده في كل لاعب. ده اللي بيفرق ما بين مدرب متميز ومدرب عادي، كوتش بحقه حقيقي يعني، او مدرب من الصنف التقليدي اللي فيه منه كتير، لانه بيقدر يكشف ويكتشف كل امكانيات كل لاعب على حده من اللعيبه اللي عنده، ويوظفهم في ارضيه الملعب بالشكل الامثل، ويخليهم كلهم بتفاصيلهم الفنيه ومهاراتهم المختلفه يخدموا على الخطه اللي هو بيحطها للعيب. وادينا شايفين اهو كريم فؤاد في نهايه المطاف، او بعباره ادق في بدايه المشوار، اصبح هو هداف الفريق لحتى هذه اللحظه. ده غير طبعا صناعته للاهداف المتعدده، يعني لو بنتكلم بلغه الارقام هنلاقي ان كريم شارك في 4 مباريات في هذا الموسم، سجل 3 اهداف وصنع زيهم.
حاجه محترمه جدا.